السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى عطية، والنهاردة هنتحدث حول تجربة التحديد المستوى في الجامعة الأمريكية، امتحان الـ SEBT، وهو من الامتحانات المشهورة جدا اللي كتير بيقبل عليه وبيمتحنه بأعداد كبيرة. فحبيت ان انا اسجل ملحوظاتي بخصوص هذا الامتحان علشان يكون مرجع لحضراتكم في هذا الأمر. طبعا تعتبر الدراسة في كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية واحدة من ضمن الكثير جدا من وجود الشباب. كتير جدا بيبقى بيطمح للحصول على دبلومة في الموارد البشرية، الحصول على دبلومة في التسويق إلى آخره، فبيكون لديه هذه الرغبة في وجود نوع من أنواع الشهادات المهنية أو الشهادات الأكاديمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ولذلك هتجد هنا أن كتير بيلجأ ليها، ولكن بيكون هناك شرط للحصول على درجة معينة في الغالب اللي هي A1B1، وهي من الحاجات اللي بيتم الطلب ليها ان يكون لديك قدرة على الاهتمام، وفي الغالب هتكون B1A1 او درجة من المستوى التاسع على الاقل من المستويات ال 15 اللي عندهم، فيجب انك تحصل عليها. ولذلك هتجد هنا بان كتير بيقبل عليها على هذا الامل. في طبعا في ناس بتقدم على منح، وفي كمان ناس بتقدم على كورسات لغة انجليزية، فكلهم بيجتمعوا علشان يحلوا هذا الامتحان. في بعض العناصر الاساسية حابب ابدأ بيها قبل ما ادخل على الامتحان. انا طبعا قدمت عن طريق الانترنت، لم اذهب الى المقر في التحرير او التجمع، ونصيحتي ليك انك تعمل ده وما تروحش بنفسك، لان هناك زحمة جدا وناس كتيرة بتكون هناك وبتاخد وقت ودور ومشوار. النت موجود يا شباب، ممكن ان انت تقدم عليه وتسجل ويبعتولك بياناتك وتسجل على الموقع، وكمان تدفع اونلاين او تدفع على حساب CIB الخاص بالجامعة. اذا الموضوع سهل وبسيط، وتصور الايصال وتبعته لهم، الموضوع انتهى، وتروح فقط على الامتحان. فارجوك لا ترهق نفسك بالذهاب الى الجامعة علشان تحجز الامتحان. النقطة الثانية المحورية التي يجب ان ناخذها في الاعتبار ان تكلفة الامتحان هي 285 جنيه، وهو امتحان الـ SEBT. طبعا في امتحانات اخرى يمكن لها تكلفة اخرى، ولكن هذا الامتحان هذه هي تكلفته. من النقاط المهمة ايضا التي يجب اخذها في الاعتبار انه الجزء الخاص بهذا الامتحان ممكن يتغير بعد كده، فحاول انك دايما ترجع الى الموقع الالكتروني اللي بيتم تحديثه بشكل مستمر، وكمان تكلم الكول سنتر عشان تتأكد من تكلفة الاختبار. طبعا بعد ما بتدفع وبعد ما خلاص ما بتأكد الميعاد، بيديلك لستة فيها الاماكن سواء التحرير او التجمع وفيها المواعيد، انت بتحجز وخلاص بتأسس نفسك على انك تروح في هذا الميعاد، وبيبعت لك كونفيرميشن على الميل انك تروح في التوقيت ده. انا كان نصيبي ان الامتحان كان الساعة 2 في قاعة 640 على ما اعتقد، وده طارني ان انا اخد جزء من اخرج من الشغل بدري، او ان انا اخد اجازة واروح بدري علشان اروح لهذا الامتحان. للأسف الاخطاء الكتيرة اللي شفناها، ما طبعا بيبقى كاتب لك على الميل انك بيكون قبلها بنص ساعة، ولكن شفت ناس بعد ما دخلنا لقيناها جاية الساعة 2:30، وده طبعا ادى انهم تم استبعادهم من الامتحان. في ناس جاية 2:15. طب حضرتك هي نعم مش هتبدأ الامتحان، ولكن بيديلك تعليمات، ولكن يجب على حضراتكم انك تيجوا بدري. فراعي الموضوع ده كويس قوي. لو حضرتك او حضرتك شفت ناس جايين على سفر، حاول انك تراعي الموضوع ده. والحقيقة ان الحديقة بتاعت الجامعة الامريكية في التحرير رائعة جدا، فيمكن انك تقعد فيها. وهي الحقيقة الجامعة بجوار مترو انور السادات، او بجوار مترو التحرير اللي هو موجود في ميدان التحرير، فهي من المحطات القريبة منها جدا. فحاول انك تيجي بدري قدر الامكان، لانك لا تتعرض الى عملية الاستبعاد من الامتحان، وارجوك وركزوا في الموضوع ده. النقطة المحورية وهي فكرة الامتحان. طبعا في تعليمات مهمة على الامتحان، بيديلك ورقة، الورقة دي فيها قدر من الاهتمام ببياناتك، وطبعا بيتأكد منك ومن البطاقة علشان لو انت تروح بالبطاقة، وحاول تجيب معاك السويفت اللي فيه الدفع اللي انت دفعت بيه، وبيكون فيه الكود بتاعك، الكود الخاص بالدراسة. بيديلك كود كده، هو بيقولك انت رقمك كذا، الرقم ده اللي مرسل على الميل لازم انك تحتفظ بيه، وبيكون كمان مكتوب على السويفت، لانه بيشترط ان يكتب اسمك ويكتب كود الطالب ده على السويفت. فانت بتروح بالسويفت وبتروح بالبطاقة، البطاقة ضايعة، روح بالباسبور، روح بأي حاجة اثبات شخصية ليك، هو بيتأكد ان انت الشخص، وبيبدأ عملية ان يديلك ورقة ويقولك ما تكتبش فيها حاجة. بتبدأ هذه الورقة، بعدها بيبدأ يدي التعليمات انه الوقت طبعا بيمشي بشكل محدد، كل قسم لازم تلتزم بيه. وتلاحظ هنا انك يجب انك تستمع الى التعليمات بدقة، لانها بيقول لك انه يجب انك تعلم على العلامة بشكل دايرة كاملة، ما ينفعش انك تستخدم اقلام غير القلم الرصاص.
الرصاص، بنشوف ناس للاسف هم قايلين ان بالقلم الرصاص جايه باقلام جاف، معاهم اقلام جاف، ناس مش جايه معاها الاقلام الرصاص. هم طبعا هيدوا لك اقلام رصاص ومعاهم في الشنطه ناس محترفه جدا، ولكن يجب كمان ان انت تكون معاك برايه. هم مش هيكون معاهم برايات او استيكه او اي ممحاه مثلا، فحاول انك يكون الحاجات دي معاك، حاول انك تكون مجهز للموضوع ده. طيب دخلنا الامتحان، هو زي ما احنا قلنا بيقول لك التعليمات، كل قسم لازم انك تتبع ليه. الاول طبعا هو قسم الليسننج، قسم الاستماع، بعدين قسم الريدنج قطع مقاطع، بعدين قسم الرايتنج وهو قسم الكتابي، فيجب انك تلتزم بكل قسم. طبعا الامتحان مدته طويله تقريبا 3 ساعات ال 10 دقائق او خلافه، فيجب انك تاخد بالك من الموضوع ده، سواء انك تدخل التويلت، تدخل دوره الميه، تدخل الحمام، تظبط نفسك قبلها بفتره ما تاكلش. في ناس تاكل كتير تقول لك عايز ادخل الحمام، طب هتضيع وقت، ما ينفعش، طب هيضطر ان هو يخرجك، فانت يجب انك تلتزم بهذا الامر.